واش الدراري، صباح الخير، مش مزيان. المهم دابا راه 9:30، اليوم ما خدامش، عندنا السبت الحد كنريحو. بقيتني دابا غادي ناخد الروبا ديالي دابا تانية. الروبا الاولى خديتها في الصباح مع 5:30، وعندي اليوم نهاية كارب، طلع الكارب على حسب بريباراسيون ديال الكومبيتيسيون، بقات لها 16 يوم، وفي 2 سيمين تقريبا. خديت في الصباح الفطور 5 ديال البيض البيض و 100 غرام ديال القمح على حسب لي فيبر. دابا غادي ناخد 100 غرام ديال الطون ديال الماء و 100 غرام ديال الرز وشوية اللوبيا. ان شاء الله اليوم غادي تدوزوا معنا نهار زوين، نخليكم فجأة. من بعد ما سريت الروبا ديالي دابا شي ساعات المكانة، ارتحيت شويه بما تهضم داك الشيء. نعم عقديت روبا خفيفه راك عارف، غير 100 غرام ديال الطون مع 100 غرام ديال الرز. دابا قشيني غادي نمشي لبلاصه نحرك شويه، وتفكرت واحد القضيه، تنقول لكم 100 غرام ديال الرز مع 100 غرام ديال الطون، كيفاش ما كاين اللي طرح عليه سؤال قال لي كيفاش كتحسب داك الشيء. بالنسبه للحساب دابا حيت غادي في بيريود ديال لاسيش، اش كندير، مشيت بدات بواحد الميثود سميتها كارف سايكلين. هاد الكارف سايكلين كتاخد 5 ايام، ياك هادوك 5 ايام كتبقى نهار طلع فيه الكارب طالع بزاف، نهار قل منه، نهار قل منه، نهار الوسط، والنهار الاخراني كدير لو كارب. هذاك اللو كارب اللي كيديروا زيرو كارب. وبالنسبه للهاي كارب انا خدمت بواحد العدد ديال 3.75 غرام، ديك 3.75 طرات في الوزن ديالي عطاتني 300 غرام ديال الكارب. هذيك 300 غرام ديال الكارب كتشد كتقسم على لي روبا ديال كاملين. بالنسبه مثلا كيفاش كتحسب هذيك 300 غرام؟ الروز كاليتي مزيانه فيه 75 غرام ديال الكارب ياك. وبالنسبه للبلي، هذاك البلي علاش كناخذو بزاف، مع فيه اللي فيبر وفيه 68 غرام ديال الكارب وفيه 15 غرام ديال اللي فيبر. كاين اللي فيه 15 كاين اللي فيه 10 على حسب الكاليتي. انا تناخذ داك اللي فيه 15 على ماشي على قضيه بالنسبه للي فيبر، ولكن راه كيجيك الجوع حيت مع داك 15 غرام كتعاني ليها انت. هذيك 15 غرام كتمشي فحال هذاك الشيء. علاش على ما كان انا كنشد نهار الاول قلت لي كنشد كندير 3.75، نهار الثاني عندي 2.75، نهار الثالث كندير 2، نهار الرابع 1.5، ونهار الخامس كندير 0.75. فوالا هذا هو اللو كارب عندي انا بالنسبه ليا. المهم دابا غادي نمشي لاصال بري ورك اوت التمر الله يجعل البركه، ما بغيتش ندخل شي حاجه اخرى. التمر دغيا كيتحرق، كاين اللي كيدخل الشوكولا نوار ولكن كتخاف منه، مع فيه شويه الكريس ساتوري. يلا تشوفوا النهار مازال طويل. واش يا اخوان، اليوم عندي سيون في الكتاب، تلاقيت مع واحد البطاط طريح ياك. السيد دار تبارك الله على هذا الموجود. لا لا ما عندي ما نقول، اول مشاركه ياك لعبت في البطوله ديال كازا، ان شاء الله غادي نبدا في السبوع الكبير. كيبدا في السبوع بزاف، شوف الفيديو ديالك ورينو بيسيس ورينو بيسيس. تريسيس شوف تريسيس شفت ايش انا زير هنا. يلا ارجع قول لي يلا هلا تبارك الله عليك. ستانس مزيان ديال الكتاف كيعذبو سخسيخ. يلا لقيتيني دابا غادي ناخد الروبا ديالي او 3 وغنمشي نرتاح شويه، وفي عشيه داير مع الدراري عندي واحد لاسيونس فوتو غادي نبارطاجيها معاكم.
يلا نشوفكم فلاسير. الدراري كيف كتشوفوا معنا دوزنا سيونس فوتو باش يتسولوا شكون اللي كيصور. هو المهم هذا هو اللي كيمشي معايا ديما البطولات من ايامات ميامي. البطوله الاولى ديال ميامي كاس العرش بطوله المغرب اسفي ان شاء الله غيمشي معايا مراكش ان شاء الله. هذا صديق قديم ديالي والدري تا هو دربنا سبورتيف تبارك الله قداش كيلعب كاش. هذا موتيفاسيون عزي نيجا نيجا اخي بغيت تريني يجي عند هذا اوكي ضحك دابا كاين في برا والله تي شاشتك. نتمنى لكم داز الفلوق زوين ان شاء الله تشوفوا الجديد. باقي تابعكم في سيونس الدور ديال نيفو 2.